أعيش معاه أحلى أيام عمري. مش أحلى من الأيام اللي قضيناها مع بعض يا ست؟ لا يا سليمان، دكتور مازن عوضني عن كل الصدمات اللي شفتها في حياتي. أي والله ظهر صحيح، ما أنت كمان بتبني له استبالية بمليون ونص. أنت فاهم غلط، دكتور مازن بيدفع قدي بالظبط، يعني شريكي بالنص. ومشروع المستشفى الاستثماري ده أعظم مشروع تجاري النهاردة. الفلوس اللي أنا بدفعها فيه هتغطيها الأرباح في سنة واحدة. في سنة؟ ألا طب ما تاخدوني شريك معاكم، نبقى التالتة يعني. معلش يا سولو، مش محتاجين شريك. كده هو إيه ما هو واضح بأمارة، ما أنتم معجزين في دفع القسط الأخران أهو. دي أزمة مؤقتة وهتمر. إحنا مضطرين ندفع جمارك عشان المعدات اللي استوردناها للمستشفى، لكن في خلال أسبوعين أوعدك القسط هيكون مدفوع. يلا على خيرة الله أما نشوف. بس يعني بقول مش لازم توقفوا الشغل عشان القسط يعني. بقول لك يا ست الحلوين، هلبت ما أنا جميلتك في حاجات كتير قوي قوي قوي، وأنت عارفة كويس إحنا قبلنا المقاولة بتاع الاستبالية بتاعتك دي أقل من أي شركة تانية بمية وخمسين ألف جنيه. وده جميل عمري ما هنساه لك يا سلامونتي. فبلاش نيلة سلامونتي دي. الله يطع سلامونتي ويام سلامونتي. انت عارفة ان الكلمة دي بتنخرش فيا، بتسيب لي مفاصلي وبتنيل على عيني. انا ان كان عليا ما عنديش مانع. اي أيوة والله، وانت عارفة انا نص الارباح قلت فداكي، وفي دليام الحلوة اللي قضيناها سوا. إنما أصل فلوس الشغل إيه؟ اسمحي لي. وبعدين يا ست البنات، أنت عارفة الشركة مش بتاعتي لوحدي، لا ده أنا معايا شركة، ومش أي شركة، لا دول شركة ما شاء الله اتنين. ده أنا كفاية عليا النيلة القلقبان أبو راس مكعبرة دي اللي اسمه ميسي. أنا ما قلتش إني مش هدفع، كل الحكاية تأجيل بسيط بس. خلاص على خيرة الله، الخيرة فيما اختاره الله، انت بس كملي وانا اكمل. اخصى عليك، يعني زيارتي دي ايه راحة فين؟ ما تسواش عندك حاجة يا سلامونتي. تاني سلام، هم سلامونتي وشويتين الصفر في التلج في الكوباية هم اللي بنت يا سحر. سحر تحت امرك يا باشا. ايه يا بنت، شوفي لي الراجل اللي اسمه ايه ده، جميله فندي ده، خليه يجيني حالا. حالا يا باشا. انت متاكده اني مش هاون عليك يا سلامونت؟ شوفي يا ست، اني اكراما يعني ايه، يعني انا بعت اجيب الراجل مدير الحسابات، وانا اكراما لحاجات كتير قوي، هشوف ايه الموضوع ولو ممكن اني هتصرف. اخسى عليك، دي بنت خالك يا ولا. لا اني ماليش صالح بالكلام ده كله. تعال انت تحدد مع ابوك، هو مش بعت لك المليجي؟ ايه بتقول ايه يا زاهر؟ انت عاوز الراجل يطب ساكت؟ يعني ايه ما انتش فاضيله؟ هو انت مهما كبرت هتكبر على ابوك يا ولا؟ لا أنا مش هقول له، مقدرش أقول له ولا هجيب له أيات وأسير، ويكون بقى في معلومة أنا لا هعرفك ولا هخش لك دار بعد كده. إيه؟ أنت بتعملي إيه عندك أنت راخر؟ بقشر البطاطس وهشيلها هي والسكينة وهوديها المطبخ لما عرف حاله. يا أختي بلا عرفة بلا غيره، قومي قومي. أنا زهقت بقى من العيش الغم دي، أنا بقى اللي هقشر البطاطس وأنا اللي هطبخ النهاردة. إيه؟ إيه قولك بقى؟ محلولة؟ الهاني تكتب لنا شيك مؤجل يستحق الدفع بعد اسبوعين، نحطه احنا في ملفاتنا وكده يبقى استوفينا الدفعه بتاعتنا، ندي اوردر فورا باستئناف العمل. عفارم عليه. الله الله. شفتي الراجل ده حلو قوي، حلو قوي، انا احبه، راجل عقر. هيتحلت يا ست. ايوه بس دي اول مره اكتب فيها شيك بدون رصيد. مش ساعتك واثقه انك هتسدديه قبل الميعاد؟ طبعا بالتاكيد. يبقى مفيش مشكله. لا مشكله ايه يا راجل، ربنا ما يجيب مشاكل. يلا يا سيد اكتب الشيك. سليمان انت عارف اني ما بمشيش بدفتر الشيكات في شنطتي. خلاص على مهل، اكتبيه وابعتيه لنا بكره، احنا تحت امرك عن اذن. اعتمد انت طريقك اخضر بالسلامه. اظن كده يا ست الستات
يبقى احنا عملنا اللي علينا واكتر شوية. اوكي يا سليمان، بكرة الشيك هيكون عندكم على الاذن. لا، على فين العزم؟ اذن مين؟ احنا لسه لا تحدثنا ولا اتكلمنا. هنتكلم في ايه تاني؟ ما خلاص. خلاص مين؟ هو الكلام بيخلص؟ داني من زمان نفسي اقعد معاكي واتحدد. قولي لي يا ست، الا ايه اخبار زهره؟ زهره بتسالني انا؟ ماني فاهم انكم بتتحدثوا حتى مع بعض في التليفون. اخر مره كلمتها كان من شهر، وكانت صبحه مسافره. صبحه مسافره؟ هي البنت دي مش هتهمد وتهدى وتقعد؟ تاني اديلي يجي شهرين ما شفتهاش. الحمد لله على سلامة يا مدام زهرة. الله يسلمك. وحشتينا يا فندم. الصور والروبرتاجات اتبعتت على 3 دفعات، انا سلمتها بنفسي لكابتن حازم زي كل مرة. بتسمي اللي بعته ده صحافة؟ ده ما حصلش حتى مستوى الهواه اللي بيعملوا الكلام ده في جلالة الحيط. ايوه مدام زهره، لكن التحقيقات دي اتبذل فيها جهد غير عادي. التحقيقات دي اتقطعت وترابت في الزباله يا سي كريم، والصور جايبها لك معايا عشان تعالها في صالون بيتكم. طيب والموضوع بتاعي يا مدام؟ الحساب مش دلوقتي، في اجتماع في المكتب الليله، تحضروا لي كل الاولاد اللي شغالين معاكم. انا هروح استريح شويه واعمل شويه مشاوير عائليه، ومعادنا في المكتب الساعه 9 بالظبط. الحمد لله على السلامه يا زهره. اخس عليكي، سفر ايه وشغل ايه يا بنتي العمده اللي يخليكي تبعدي عننا المده دي كلها؟ برضو يا عمتي كل سفريه تساليني نفس السؤال ده، المفروض انك اتعودتي بقى. ولا اتعودت ولا هتعود ولا داخل نفوخي خالص. معلش انا حياتي بقت كده خلاص، مفيش احلى من السفر، انك تبقي كل شويه ببلد تشوفي ناس غير الناس وتعيشي الجو غير الجو. جو ايه وبتاع ايه يا زهره؟ هو يعني عشان حظك مال في جوازي؟ طب وايه يعني؟ طب ما انت بعديها العرسان داروا عليك طوفه طوفه. احنا قلنا ايه؟ مش اتفقنا من زمان ما نتكلمش في الموضوع ده خالص؟ سميره من فضلك طلعي الشنط دي فوق وحضري لي الحمام. حاضر يا استهام. انا بعد شويه هاخد حمام وهنام ساعه واحده بس، اوعي تكلمي بابا ولا تجيبي له سيره، انا عايزه افاجئه على الغدا. الحمام جاهز يا استهام. ميرسي يا سمير. تعال. خد البلوزه اللي عاتب دي. ربنا يخليكي لينا ولا يحرمناش منك ابدا. لما يجي الباشا تخبطي عليا وتصحيني ان شاء الله اكون في 7 نوم. بتقول ايه يا ابن الرفضي؟ وهو انا اللي بقول يا باشي؟ ده كلام البيه زاهر بالحرف الواحد، هو يا دوبك وقفني على قد الكلمتين، وحتى ما خرجش من يده يقول لي اقعد يا عم مليجي. قال ايه؟ ليه وليه؟ اقول له الباشا قال لي ما ترجعش الا وزاهر في ايدك. شخط فيي، كان هيضربني، مسكني من ودني يا باشا، وهو بيصرخ ويقول لي قول للباشا ابنك ده مش مقطف مش سلالي غفير مزيت زيك، هيشده ويجرجره لك الحيط عندك. الله 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 الله، هي حصلت للدرجه دي يا ابن عصيفه؟ وبيقول كمان انه مش فاضي علشان يجري ورا تخاريف العجايز دي. وبتقولها في خلقتي يا غفير الناس؟ قوم قوم من وشي، قوم من هنا، انجر وداري. يلا انا ما بوصلش لايدك. الله الله عال يا زاهر، وصلت للدرجه دي تخاريف العجايز؟ اه لو طلطت بيدي دلوقتي. لكن معلش معلش، الصبر حلو، بكره تشوف تخريف العجائز اللي بحقه حقيقي. لكن لا لا لا، بكره ايه؟ وانا هفضل اهلي وانكت في نفسي لحد بكره؟ لا، والختمه الشريفه ابدا. هيحصل. راحت فين البنت هنيه والواد سليم؟ هاني بعتهم مشوار عزبه الشارع. وخليك انت، هاني حرد ده باينه ترانك. الو، ايوه نزاه، اهلا يابا. ايه؟ طب بس على مهلك شويه يابا، انت مش فاهم الموضوع. طب اديني فرصه افهمك يابا. ماشي، خرست
حاضر، كل اللي تقوله على راسي من فوق. يابا بس لو تسمعني. ايه يابا؟ ده كتير قوي. ده انت لو كنت ضربتني بمدرسه كان اهون من الكلام ده. يابا انا راجل ومال وهدومي، اتجوز اتنين وتلاته واربعه كمان، ولا اتجوزها تقعد في ظهري وتحت حكمي. ايه؟ الله يسامحك، مقبوله منك برضو. يابا يابا انت طول عمرك ما قلتليش كلمه زي دي. طب استنى. الو الو طبعا قاعد يسبح لك لما قال يا بس. امال ايه؟ ما هم العيال وابوها وعمتها ماسكين ودانه ونازلين يبخوا في حسين. باين اني غلطت يا عزيزه. غلط؟ غلطت في ايه يا زاهر؟ غلطتك منك اتجوزتني؟ اهو ده اللي انا كنت عامله حسابه ونعي همه. يا عزيزه اصطبر انت الاخرى. دي هو انا بتكلم على الجواز. هني بقول اني غلطت في الكلام اللي بعته لابويا مع المليكي. الكلام شديد برضه وله حق يزعل. الاصلح كنت انزل له مصر واتفاهم معاه. انت اللي قعدت تزني على دماغي وتقولي لي اوعى تسمع كلامه. انت مش طرطور يسحبك على ايد غفير وقت ما هو عايز. لو انت صادق انت ما غلطتش في ده. الغلطه اللي بصحيح انك سبت فاطمه تاخد ولادها وتهج من الدار وتروح على دار ابوه. وساعتها استلم ابوك كلام في التلفونات لما قلبوا دماغه وقلبوها عليك. ايوه صحيح يا عزيزه، هي دي الغلطه فعلا، بس غلطه ملحوقه او تتصلح. ناولين العبايه والعصايه. مراتك وولادك مش راجعين دار الغانم الا لما تخرج منها عزيزه، وده اخر كلام. محدش له حكم على داري غير انا يا خال، وعزيزه زي فاطمه الاثنين جماعتي. خلينا نتفاهم بالراحه يا زاهر. فاطمه ما سابتش دارك الا لما لقت الست عزيزه بتتحكم فيها وفي ولادها. غيرت الحريم من بعضهم ما تحكمش على الرجاله يا سنبوي. لكن تقلب دماغهم وتقدر عيشتهم يا زاهر وحسيبها انت كده بالعقل. فرضنا ان فاطمه ما سابتش الدار، ما هو نزنازه الدورتين كل يوم والتاني مع بعض هيولع النار من حواليك. وعشان تريح نفسك يا ابن الناس لازم ترجع الست عزيزه لدارها زي ما كنتوا في اول جوازكم ماشيين، وفاطمه تقعد في دارها ودار عمتها. والمثل بيقول شيل ده عند يرتاح ده من ده. عدم المؤاخذه يا نبا وفندي، البراني ما يعرفش عله الجواني. فرضنا يا اخي اني ما عنديش مقدره افتح بيتين، واذا كان عندي برضه ما يلدش عليا اوزع روحي حته هنا وحته هناك. انا عايز نسواني الاثنين في دار واحده، وده اخر كلام عندي. خلاص يا زاهر كده نبقى استبينا، اخر كلام عندك وعندي. وما يبقاش قدامك غير حل واحد، تروح المحكمه وتطلبها في الطاعه، وبرضه مش هتخطي عتبه دارك طول ما فيها عزيزه. لا، محاكم ايه وطاعت ايه يا خالي العمده؟ باينك لسه ما تعرفش ابن اختك. انا لما عاوز مراتي واولاد السعاده اخدهم، وما فيش جنس مخلوق يقدر يمنعني غير شاني بس اللي مش عايز اعمل فضايح، وبرضه موقر خالي وحرم داره. انت لو كنت موقرني وموقر داري ما كنتش تقول الكلام ده. انا لغايه دلوقتي بتكلم بالمعروف. اي والله واصلح لكم تقولوا لبنتكم تلم هدومها وتجيب ولادها وتفوت قدامي على الدار. مش هيحصل يا زاهر، وزي ما قال لك ابوي قبل ما ادخل الدار عزيزه تخرج منها. ده كلام ايه؟ ايه اللي خرجك دلوقتي يا فاطمه؟ داري صاحبه الروم، وانا اللي من حقي اقول ارجع ولا ما ارجعش. ابويا واخويا ما لهمش دعوه يا زاهر، ما تزعلش مني يابا. مقامك على عيني وراسي، بس اني لازم اخدها من قصيره واجيبها له على بلاطه. انا ما اقبلش على كرامتي ان انا اعيش مع ضره. انا في داري ابقى الكل في الكل، واذا كنت قبلت ان انا اعيش معاك على ضره فده عشان خاطر ولادي، هما اللي غصبني مش انت، لانك من اولها ما حافظتش على العيش والملح. عشان كده مالكش خاطر عندي. اذا كنت عاوزني صحيح وعاوز ولادك فضلنا الدار. كل الكلام اللي قلتيه ده يا فاطمه دخل من الودن دي وطلع من الودن التانيه، واني بقى اللي هاخدها من قصير واجيبها لك على بلاطه. بكره الصبح لو ما فتحتش عينيا واني في فرشتي ولقيتك قدام انت وسليمان وتمام وصفاء، ما تتعدليش حرمه وتبقي طالق بالتلاته.
خيبة الله عليه وعلى البطن اللي جابته. وليه ما تقولش ان هو طالع لابوه جاحد ومفتري وقلب اسود؟ ايه بتقولي علي يعني جاحد ومفتري وقلب اسود يا بنت المرزوقي؟ ان كنتوا نسيتوا اللي جرى هات الدفاتر تنقارة. دفاتر ايه يا وليه اللي هتنقارة؟ دفاترك انت ونزاجة يا سلامونتي. قوليها بقى بالمحسوس كده، انت ماسكهالي زلة يعني. طب احمدي ربك انني ما جبتش بنت السلحدار، خليتها كتمت على نفسك جوه الدوار هنا، بالك كانت طلعت البلا الازرق على جدتك، كانت فرجت عليكي اهل بيت الغنم كلهم. هي من دي؟ طب كنت خليها تيجي كده وشوف ايه اللي هيجراها. يقرا لي اسكت يبقى الهم. عرفت بقى ان الواد طالع لابوه؟ يا ريته كان طلع لي بصحيح. اني داني اوعى من ضربه الدم، ده لو كان طلع لي كان طواهم كلهم تحت باطه، كان لعبهم على صابعه كده. انما يا خساره ده طالع نتن لاهل امه لخلو وهدان والحاجات دي، عامل زي القطر واخد في وشه وطايح. طب كل احسن الاكل هيبرد. نفسي تسدد سيره ابنك ومنظرك يسد ونفس اي حد سنتين. ايوه ما هو انت اللي داخل معافي، ومن اول ما شفت خلقتي وانت نازل فيا تسبيخ كانني اللي قلت للواد افتري على مراته وبهدله. اللي عملوا مع مراتكم وردوا عليا اني كنت اني رد على ايه دي؟ فين الطبيخ؟ الصنف بالذات اللي طلبته من الطباخ، فين النيله الطباخ دي؟ صنف ايه؟ حاجه انا فرانكا ما تفهميش انت فيها، هتفهمي فيها منين؟ دي نوع من الاكل يعني يعتبر مكرونه في الاصل، بس هي بالمعجون يعني بيمعجنوها وبعدين يرشوا عليها لحمه مفرومه. البشاميل. ده الحلاوه دي؟ بقينا بنتكلم بالخواجات اهو. ايوه هي البشاميله، فين هي بقى البشاميله دي؟ اصلان اللي طبخه وانا ما بعرفش اعملها. انت تطبخي ليه؟ حد قالك تطبخي؟ انت بتعرفي تطبخي ولا تعملي؟ انت بكتير تعجني تخبزي في الفرن ولا؟ طب انا جايب الطباخ ده ليه؟ خيال معاتا؟ طب ايه اقولك بقى؟ انا مش طافح ولا واكل ايه؟ حتى لو كلت معاك؟ دي زهره. بسم الله ما شاء الله. وحشتيني يا بنتي. كنت فين يا بنت المده دي كلها؟ مش مهم كنت فين. المهم وحشني موت يا حبيبتي. يا حبيبتي دي يا بنتي ما تقوليهاش كده احسن، العيال خدمني يسمعوك يستهزئوا بيا. بقول لك ايه؟ اقعدي انت دلوقتي كلي وبعدين احكي لي بالظبط كنت فين المده دي كلها؟ طلعت من الكويت على اليونان وبعدها قبرص وبعدين لندن. قعدت مده طويله في لندن وبعد كده طلعت على باريس. اصل بعد الحرب الاهليه ما قفلت بيروت كل صحافتها هاجرت على لندن وباريس. المهم يعني انت عملتي ايه من ورا ده كله؟ عملت بيزنس حلو قوي وجايبه معايا مشروع هايل، هيحول المكتب الصغير بتاعي لوكاله اعلام وعلاقات عامه، هتبقى الاولى من نوعها في مصر. بسم الله ما شاء الله 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 الله. علاقات عامه؟ ايه سامعه يا وصيفه؟ ايوه سامعه بس مش فاهمه. وانت من امتى بتفهمي حاجه؟ خليكي زي ما انت كده هتفهمي ليه؟ اصل انت لو فهمتي هتعي وترقدي. الله يسامحك. وبعدين بقى مفيش داعي تتنقلوا دلوقتي، تعالوا معايا افرجكوا جبت لكم ايه من باريس. جبت لنا ايه بس يا بنتي؟ احنا الحمد لله مش ناقصنا حاجه ولا محتاجين حاجه، احنا محتاجين حد بس يخلي الوليه دي تفهم اي حاجه. كله من خيرك يا باشا، هو مين اللي فتح لي المكتب ومولني المشروع؟ مش حبيبتي ابو زهره؟ ايه يعني كم الف اشترى لك بيهم شقه؟ وكم الف تانيين فرشها لك بيهم؟ ابوكي مليونير وحضرتك برضو معاكي كتير، ومع ذلك لما جيت كلمتك عن المكتب كتبتيلي شيك ب 500 جنيه وقلتيلي ان دول كل اللي معاكي. حبيت انبهك عشان تاخدي حقوقك من ابوكي، مش كفايه ابنه مكوش على كل الاطيان اللي موجوده في البلد؟ من حقك بقى تاخدي كل اللي انت عايزاه من شركه المقاولات. غلط يا حبيبتي، مدام بيديها كل اللي بتحتاجه ايه لزومه بقى انها تحسسه انها طمعانه فيه؟ مظبوط، وخصوصا ان كله في الاخر هيبقى بيني وبين زهر. انا لو منك ما استناش المفاجآت، اضمن حقي اول باول. يعني لو عادل جالك وقالك اضمني لي حقي هتديله؟ مش معنى عادل يعني؟ مجرد مثل، زي ما جيت لك وانا محتاجة افتح المكتب. انت واخوكي مش محتاجين لي، كل واحد فيكم ليه اب عنده ملايين. زهرة انت عارفة طبعا ان ماما ما تعزش عنك حاجة ابدا،
بس هي الحقيقه كانت مزنوقه قوي، حطت كل الفلوس اللي معاها في مشروع المستشفى. وانا مش معترضه ما دام المستشفى في الاخر برضو هتبقى بيني وبين عادل. ايه الطريقه الغريبه اللي بتفكري بيها دي دلوقتي يا زهره؟ انت بتحسبي من دلوقتي هتورثي من ابوكي كام ومني؟ حضرتك كنت لسه بتتكلمي عن المفاجآت وعن الحق اللي لازم يتضمن اول باول. طريقتك بقت غريبه وسخيفه. نازك انا متاكد طبعا ان زهره ما تقصدش. بالتاكيد. صدقيني يا ماما انا شغلي ماشي كويس قوي، مش محتاجه فلوس من حد. انا النهارده جايلكم عشان اشوفكم وعشان اتكلم معاكم في بيزنس يهمكم ويهمني، بس في الاول اتفضل يا دكتور. دي هديه بسيطه. ميرسي. وده بقى البارفان اللي حضرتك بتحبيه. تشكر يا زهر. زهر عارفه اللي انت عايزه تساليني عنه قبل ما امشي هقولك عليه. يا دي الحاسد انت لبستها برضك؟ ايوه. امال ايه يا وليه؟ امال ايه يعني زهره جايبه البدله دي عشان تترمي في الدولاب؟ انا مش خايفتي بس غير الخازوق بتاع الكرافته دي، مش عارف هما بيربطوها ازاي. طب ما تروح لنزاجه تربطها لك. انت بتقولي فيها يعني؟ طب ايه قولك بقى يا فصيحه ان اول مشوار بالبدله الجديده الحلوه دي هيكون لهناك. طب بس 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 اديك لبستيه وقفت قدام المرايه واتفرجت على نفسك وانبسطت، روح اقلعها بقى لحسن يوصل لميت الغنم وتبقى فضيحه. فضيحه ايه يا وليه؟ ايه اللي فضيحه؟ فيها ايه يعني لما البس انا زي بقيه الناس كده؟ غور يلا هاتلي الطربوش. وطربوش ليه يا ابو زاهر؟ طب ما اجيب لك البرنيطه وتبقى الخواجه ابو زاهر. اقلعها يا راجل اقلعها، بلاش مسخره كده. مسخره؟ جرايه يا وليه يا بنت المرزوقه؟ ايه اللي مسخره واللي اتلذذ اللي بتقوليها دي؟ اللي يعني خلاص بقى مش لازد عليها اللبس اللي انا لابسه. طب ايه اقولك بقى؟ يمين بالله ما انا نازل الليله بغير البدله دي، ويمين تاني لو كلمتي لحنزل بيها ميت الغانم دراعك في دراعي، ماسكك انجاجيه وملبسك بنطلون جينز. ولما المستشفى تسبقها حمل الدعايه مدروسه صح في المجلات دي هتلاقوها تتحج السنه لقدام زي اي اوتيل خمس نجوم، وهيبقوا زباينها من اثرياء المنطقه اللي هيفضلوها على مستشفيات اوروبا وامريكا. والحمله دي تتكلف كام؟ انتوا توافقوا على المبدا وانا خطط الحمله، وهقدم لكم عرض اسعار مش هتقدروا ترفضوه ابدا. اوكي. وهو كذلك. استاذنكم انا بقى وان شاء الله اكلمكم كده بعد يومين بالكتير. اورفوار ماما. اورفوار يا دكتور. اورفوار. اتفضل. خليكم زي ما انتم، ما تتعبوش نفسكم، مفيش اي حد يوصلكم. بنتك دي يا نازك هتبقى حاجه. هتبقى حاجه. ما بقت خلاص يا دكتور. باردون نسيت حاجة، عايزة أقولك حاجة يا ماما. دقيقة واحدة. طيب نازك أنا هسيبكوا لوحدكم وأنا مستنيكي في التراس. هحصلك. بالنسبة لعملية الشد أنا هجسلك في مستشفى روز بلانش، تقدري تخطفيلك بقى يومين ثلاثة تروحي تعملي العملية أول ما أوان. ميرسي. على فكرة بيعملوها هناك كويس قوي، هترجعي أصغر مني. المسألة اتحسمت خلاص، مصر اتغيرت وهتمشي في اقتصاد السوق، الاقتصاد الحر، وده له معنى كلنا فاهمينه، تجارة واستثمار وسياحة، والصحافة الناجحة لازم تبقى مرتبطة بدول، لازم وكالتنا تسبق غيرها. عايزين ناخد أول وأكبر عقود دعاية وإعلان، وعشان ده يحصل لازم نركز على أكبر مشروعات موجودة قدامنا. عملت الحصر يا صفت؟ أيوة يا فندم. بالنسبة لشركات القطاع العام عندنا. إيه؟ أوكي. ملناش دعوة بالقطاع العام. طب بالنسبة لشركات القطاع الخاص عندنا مجموعات استثمارية مهمة، أولها مجموعة البدر للصناعة والاستثمار، ومؤسسة أبو النصر، وشركة غانم وبسة. دي تقريبا أهم الشركات اللي عندنا. أوكي. شركة غانم وبسة أنا هتولاها بنفسي، وكريم مؤسسة النصر، وشيرين مجموعة البدري. أنا؟ أي. وبعد الاجتماع أنا عايزك. مجموعة البدري أهم عميل ممكن نكسبه، لو قدرت تجيبلنا العقد بتاعهم أوعدك إني هنقلك نقلة ما تحلميش بيها. طب عميل بالأهمية ديت من الأفضل إن حضرتك تتوليه بنفسك. في أسباب تمنعني، عشان كده هعتمد عليك. دي ثقة نعتز بيها. لكن مش هسيبك لوحدك، هرسم لك كل خطوة تخطيها وتنفذي اللي هقولك عليه بالحرف.
طبعا يا مدام. اول حاجه تدرسي الملف اللي عمله صفوت عن مجموعه البدري، الليله تسهري عليه وتحفظيه، وبكره هناقشه معاكي واقول لك تعملي ايه. مفهوم؟ مفهوم. عظيم. دلوقتي انا لازم انزل، عندي ميعاد مهم لازم الحقه. بعد اذن حضرتك. شيرين خدي الفلوس دي عشاني. عشاني انا؟ ليه؟ بدل مظهر لازم تروحي على بوتيك شيك قوي وتتشيكي على الاخر. انا عايزه اشوفك بكره زي الموديل. عشيك الليله في رستوران جديد في اخر الشارع ده، انما جميل بشكل انت شايفي. انت لابس اليونيفورم ليه يا حازم؟ ما عنديش وقت اغيره بعد العشاء، انا طاير بينا الليله الساعه 12 ولازم اكون في المطار الساعه 11. خدتي معايا. ايه ده يا صاحبي؟ كادو بتاع كل مره، وانا كل ما اقدم خدمه تقدمي لي كادو؟ ايه؟ تستاجي بقى بماهية ولا ايه؟ يا حازم ده شغل، انت مش عايز تفرق بين الصداقه والشغل. تخيل يا زهرة ان انا بالنسبه لي شغل وبس. احنا مش عايزين نفتح مواضيع، خلينا نعرف نتعشى بنفس. دول الصورة على بيه؟ اهلا يا مدام. اتفضل يا سعادتك. شكرا. في ضيوف حصلوا سعادتك؟ لا انا اتعشى لله دلوقتي. مين سعادتك؟ عشرين يد. تحت امر سعادتك. سوري يا مدام، كنزلت العشاء. نفس السنة. ايه يا زهر؟ اخترتي ايه؟ ولا حاجة. اختار انت. الو شوشو، ازيك؟ انت بتعملي ايه؟ طب ما تيجي. اوكي انا مستنيك، مع السلامه.
الو. ايوه يا حازم. اقفلي السماعه يا سميره، ده التليفون عشاني. ايه يا ابني انت مراهق؟ طب روح اركب طيارتك وحط عقلك في شغلك، بعدين اما ترجع ابقى كلمني. أني اديتها انذار ترجع دارها. عادش يجي منه. خد بعضك واجري على الشيخ حسون المازون وابعت لنا الورق. ماشي يا خال، بس تنك فاكر ان بنتك هي اللي طلبتها، وعموما هي حره، بس انا عايز ولادي. روح خدهم من حيد ابوك يا زاهر. ابويا فاطمه اخذت ولادها وراحت بيهم على مصر يا زاهر، عند جدهم الباشا يا ابن عمتي. ولما تيقنت ان عيش اتقطع معاه لحد كده، قلت في عقلي بالي زاهر عيندي ودماغه ناشف ولازم هياخد العيال، لا هيهمه شرع ولا قانون ولا حد هيقدر يرجعه، لا اخويا ولا ابويا ولا جنس مخلوق في مثل غانم. هياخدهم ويرميهم لعزيزة تربيهم وموتاني بحسرتي. لكن قلت لا، اخدهم بيت جدهم وجدتهم، هم احن عليهم من اي حد. يا سلام، دول في عينينا يا فاطمة، وانت غير ما فعلتي. تنوروا الدار وتملوها علاني. ولو علي يعني ابقى اجي ازورهم كل ما يوحشوني، يا اما يا اما تسعني معاهم اخدمهم. ايه تسعني معاهم وما تسعنيش؟ ده الدار دي دارك، وبعدين المكان اللي يكون موجود فيه سليمان وتمام وصفاء يبقى بيتك بالظبط، واحنا ان كان علينا احنا نبقى ضيوف عليكم. ايوه تمام، والسرايا مش سعادي، سرايتك انت وولادي. ده العشم برضه، وده اللي خلاني اجي. بنتي يا سميره. ايوه. تعالي لي. ايوه. جاتك الوخم لما يشيلك من على الارض، نايمه مخوم من ام. روحي جهزي الفطار عشان الولاد الحلوين دول ياكلوا، وبعدين فضي مطرح علشان يناموا فيه، ويكون جار اوضتي لازم وجار اوضه زهره. انا مستعده اسيب لهم اوضتي كمان، انت عارفه ان اغلب الوقت ببقى مسافره. سيبي اوضتك ده يا بنتي، من قله الاوض يعني؟ السرايا كبيره وتسع من حباب الف، دي تسع قرطن. اني بس خايف من حاجه، العيال ولاد فاطمه لسه صغار، ممكن يتشقوا جنبك ويضايقوكي. لا ما تشيلش هم، بالعكس انا بحب الاطفال قوي. يا بنتي اني ريقي نشف معاكي. اي والله، ما تجيبيه هنا يتربى وسطينا، ومعقول ابن بنتي يبقى عايش في باريس بعيد عن حضني؟ دي كلام بابا؟ ارجوك، انت عارف الموضوع ده بيتعبني قد ايه، بلاش نتكلم فيه عشان خاطري. طيب خلاص. الأنسة شيرين. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ذاكرتي الملف كويس؟ حفظته. فهمتي شخصية العميل؟ زي ما أكون أعرف الباشمهندس علي البدري يجي من 20 سنة. عقد زي ده هيجيب لنا عمولة مش أقل من ربع مليون جنيه. هروح وهقنعه. علي ما ينفعش مع اسلوب بتوع الاعلانات. علي علي عايز هجوم من ناحيه تانية خالص. اللي حضرتك هتقولي لي عليه هنفذه فورا.
اول خطوه الراجل الكبير. انا مش بعرضه ولا بايد حريته، انا بحميه من نفسه. طلعت يبقى ما كانش لازم تطلق ايديه من الاول. ملحوقه. ايوه تسير. زهره سليمان غريبه دي. لا اكلم ايه ده بنت العمدة؟ اهلا يا زهره، ازيك يا حبيبتي؟ ايه ده اخيرا افتكرت عمك العجوز. انت لسه شقيه زي ما انت ولا ايه؟ وحشاني يا زهره. لا انا بتابع نجاحك على طول، انت تستاهلي كل خير يا بنتي. ايوه يا سلام، تجيني فورا ولو اني كنت حابب اشوفك انت الحقيقه. لا 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 انا مستنيها، بس ما تتاخرش. مع السلامه. تيسير. في صحفيه اسمها شيرين هتجيني، تدخليها على طول. شو رايك؟ يلا طلعت. خد القرار، خليهم يطبعوه ويوزعوه على باقي الادارات. يا باشا ولو اني كنت احب انك تتكلم معاه الاول. انا مش بسلك معاه، بيكلفتني بصراحه. انا مش قادر اواجهه، انا ضعيف قدام الولد ده. يا سلام، بتحبه للدرجه دي يا باشا؟ مش حكايه حب اب لابنه، ده ابن البيت على راي الحريم اول فرحتي. حكايه اكتر من كده طبعا. انا حاسس بذنب تجاه علي، حاسس ان عمري ما كنت بالنسبه له اب بمعنى الكلمه. الولد ده اول ما اتولد محروم من الام، خده توفيق البدري وخالته ربوه. الحاجه كانت معايا طبعا، لكن الحقيقه انا كنت متخلى عنه. لما كبر كنت مشغول عنه، سيبته ينغمس في السياسه ودخل المعتقل مره واثنين، ضيع احلى سنين عمره. لقيت في مجموعه شركات دي فرصه اعوضه بيها وكفر عن ذنبي. هو كمان اتلقى الفرصة ومسك فيها بإيديه وسنانه. كان عامل زي المارد اللي خرج من الأمم بعد 1000 سنة. ما كانش ممكن أقف قصاده يا طلعت، ما كانش ممكن أحرمه تاني. عرفت ليه أنا ضعيف قصاد الولد ده؟ فاهم يا باشا. أرجوك يا طلعت، روح له وفهمه سبب القرار ده إيه. أنا معتمد عليك. اطمن يا باشا، اعتمد عليا ما تقلقش. ايه يا فاسير، الصحفية جت؟ لا يا فندم، دي نادة هانم في الاحضار. خليها تفضل على طول. حالا. ايه اللي فكرها بيه يعني؟ ربنا يستر. اعمل ايه؟ كالعادة، ما بتسألش عليا، اسأل انا. اهلا اهلا يا نازك، وحشاني وحشاني بجد. اهلا يا طلع بيه. اهلا بيك يا علي بيه. امال فين القرار؟ قرار؟ قرار ايه؟ قرار البابا اداهولك عشان يطبع ويتوزع. ايوه عرفت ازاي يا باشمهندس؟ ده احنا لسه متكلمين فيه دلوقتي. عارف بابا قال لك تروح لعلي عشان تشرح له دوافع القرار، مش كده؟ ايوه ده صحيح، بس ازاي؟ من غير ما تتعب نفسك وتفكر مين اللي قال لي وازاي. ايوه باشمهندس، ده انا والباشا كنا لوحدنا في المكتب. المهم فين القرار؟ سلمته للطيبس عشان تكتبه. تروح تسحبه من فضلك، وقول لبابا من غير قرارات تمر بين الموظفين ويبقى شكلنا وحش، علي هينفذ اوامرك بالملي. تبيع العماره يعني ايه؟ يعني بيع العماره مش مفهومه دي يا سليم. انا بسال عن السبب. السبب واضح، علي يدين بشيكات وما عنديش رصيد. لحق الدكتور يشطب عليك ويفلسك. ما تتصورش ان اوهامك بتتحقق، ده دين مؤقت. مشروع المستشفى الاستثماري اللي ببنيه انا والدكتور مازن على احدث طراز، وهيكون الوحيد من نوعه في الشرق الاوسط، وهيجيب لنا ارباح قد اللي بتطلعه مجموعه شركاتك مرتين على الاقل. المشروع ده كبير قوي يا سليم، احيانا بيعرضنا لازمه سيوله، وان شاء الله هتكون دي اخر ازمه. وبعد ما تتحل هتبقى على الحديده ان شاء الله. والدكتور المحترم بتاعك مكاوش على كل حاجه. قلت لك تبطل تجري ورا اوهامك يا سليم. انا عارفه انك مش طايق فكره نجاحي مع مازن، وبتتمنى ان حياتي تفشل معاه. كل ده عشان ترضي غرورك وتقعد تمصمص شفايفك وتقول يا حرام.
مش قادرة تعيش مع حد غيري. صدقيني المرة دي بس. المثل بيقول التالتة تبدأ، المرة دي هتبقى مأساة. وفر نصايحك اللي أنا مش محتاجة لها واللي مش جاي أسمعها منك دلوقتي يا سليم. هي كلمة ورد غطاها. عمارة الحلمية أنا هبيعها، ولأني عارفة إنك أنت بنيها مكان السرايا القديمة اللي ليها معزة خاصة عندك. قلت أعرضها عليك الأول، بدل ما تيجي تلومني بعد كده وتقولي أنا كنت قبل. أوكي يا نازكة، أنت عايزة فيها قد إيه؟ سليمان غانم عرض عليا 750,000. رغم إنه مبلغ مبالغ فيه بس أنا موافق عشان خاطرك. بس أنا رفضت عرضه. أنت بتناخدي كلامك ليه؟ الأول بتقولي إنك أول واحد بتعرض عليها أنا، وبعدين تقولي إنك عرضتيها على سليمان غانم. أنا قلت هو اللي عرض عليا. هو إيش عرفه؟ الدين اللي لازم أسدده مطلوب لشركة مقاولات سليمان غانم، ولما اتأخرنا في السداد عرض عليا يشتري العمارة بالمبلغ اللي هو عايزه. قلت سليمان غانم بيستغل الفرصة، ومادام مفيش حد غير بيع العمارة يبقى أعرضها عليك أنت الأول، أنت أولى بيها. أوكي، 1,000,000 جنيه كويس؟ 1,000,000 وربع يا سليم. ما تشطريش عليا قوي كده، العمارة ما تستحقش أكتر من المبلغ اللي عرضه سليمان. أنا زودت 250,000 كمان لأسباب عاطفية. صحيح يا سليم. صحيح يا نازك، العمارة لها معزة عندي كبيرة قوي. العمارة؟ طب اشبع بيها. خلاص بكرة هنتفق. أنا هخلي طلعت يحضر المبلغ ونروح الشهر الآخر ونخلص الموضوع. صباح الخير. صباح الخير يا باشا. انت شيرين؟ ايوه يا فندم. انا اسفه، سكرتيرة سعادتك قالت ان الباشا امر اني ادخل على طول. انا اسفه جدا، ما كنتش اعرف ان عند حضرتك ضيوف. اهلا يا هانم. اهلا. اهلا اهلا، اتفضلي شيرين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طيب يا هانم، ميعادك بكره ان شاء الله مع طلعت. هي زهرة قالت لي ان في صحفية ظريفة هتيجي تقابلني، بس انا ما كنتش عارف انها ظريفة للدرجة دي. ميرسي قوي يا فندم. انا كمان سمعت عن حضرتك كتير، بس اكتشفت انه اقل من الحقيقة. سليم! نعم. انسى موضوع العمارة وش حبيعي. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.